الحمد لله، الحمد لله الذي لا تدركه الأوهام والظنون، ولا تحويه الأفكار والعيون. خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وإليه تقلبون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أحمده حمداً يتقرب به المتقون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفع قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون. أشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، النبي العربي الأمين المأمون. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الذين قضوا بالحق وبه يعدلون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الإسلام الحكيم اهتم بالأسرة المسلمة اهتماما كبيرا، وذكر بحقوقها تذكيرا بالغا، اهتماماً تقصر عنه فهوم البشر، وتذكيراً يعرف كل مجتمع قيمة الأسرة في هذا الدين الكريم. فقلما تجد نظاماً يعنى بشؤون الصغير والكبير، والغني والفقير، والرجل والمرأة، مثل شريعة الحق سبحانه وتعالى. وقد تجلت أهمية تأسيس الأسرة المستقلة الآمنة من خلال وصايا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التي وضعت الأطر في خطى تكوين الأسر منذ عهده الأول. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمرأة عباد الله أهم شيء في بناء الأسرة والمجتمع، أولئك يدعون لتحريرها وكأنها مستعبدة من قبل الرجل، وهم في الحقيقة إنما يدعون لمسخها من أنوثتها وسلخها من عفافها، كأنها لم تسعد في حياتها، يبغونها سافرة مكشوفة يتناولها اللئام والمرضى بالنظر والكلام عليها. أما الإسلام عباد الله، فإنه يعتني بها ويؤسسها لغرض البناء المتين، فهي مصدر التغيير والتأثير، وهي المدرسة الأولى للتربية والتقويم، لأنها أساس البيت وركنه الركين. لهذا بشرها سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن هي استقامت وأدت الأمانة. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة
من أي أبواب الجنة شئت. ولنتذكر أيها الفضلاء أن تأسيس المفاهيم الراقية من العلامات الدالة على جودة الرأي، فحينما نبين للنساء عندنا أن طاعة الزوج ورعاية الأبناء والقيام على شؤون البيت وحسن التربية رسالة اجتماعية ووظيفة إسلامية عظيمة منوطة بهذا، وإنما المرأة هي شريك للرجل، هي تكمل للزوج نصف دينه، والنساء شقائق الرجال في الأحكام. والمرأة حينما تنشئ أبناءها على الإيمان والطاعة وحمل رسالة الدين وواجب الدعوة إلى الله وحب الوطن والدفاع عنه والولاء له وعلى الأخلاق الفاضلة والقيم السامية والتزود بالعلوم والمعارف، فقد أعدت جيلاً كريماً موفقاً لحمل رسالة الحياة على كاهله. عباد الله، على الزوجين وهما يؤسسان هذا البيت الأسري أن يدركا كلاهما أن أحدهما أو كليهما لن يجد صاحبه كاملا ولا مرافقا لا عيب فيه، فالكمال لله سبحانه وتعالى. وبهذا أوصى الحق سبحانه وتعالى بالتعايش بين الزوجين بالمعروف، فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. وواجب أن ينظر الزوج والزوجة إلى الإيجابيات في كل منهما، لأن كثيراً من الأزواج يختصمون على محاور السلبيات: أنت فعلت كذا، وأنت قلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بخلاف ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. هكذا عباد الله يرسخ الإسلام قيم البناء المتين والتشييد المكين بحسن رعاية وإنصاف رأي وكريم اجتماع فيما بين الزوجين، مما يقود الأسرة إلى السعادة والاستقرار والنمو والازدهار. عباد الله، الأسرة قائمة على الزوجين في كل شيء، مع تفاوت نسب المسؤولية، يتعاونان في تربية الأولاد وإدارة شؤون البيت، وهذه فطرة عامة في جميع المخلوقات المتزاوجة. فالزوج يتعاون مع زوجته ويقف معها في قيامها بواجبها، وهذا ليس عيباً أيها الأحباب كما يظنه بعض الناس، على أن المسؤولية للزوج في واجهة الرجال فقط تكون في الأمر والنهي، لكنها الحقيقة تتمثل بتعاونه معها، وهو دليل على نبل نفس الزوج وطيب معشره. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما ينشغل بالقيام بأعباء الرسالة وشؤونها واستقبال الوفود، ومع ذلك أيها الأحباب كان أحسن الناس عشرة، وهو خير الناس لنسائه، ولم تمنعه كل هذه الأعباء أن يعاون أهله. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من سيدنا الأسود بن يزيد قال: سألت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يصنع في أهله، قالت رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. عباد الله، وينبغي للبيوت ألا يسود فيها الاستبداد بالرأي، إنما تخضر وتورق وتثمر بالحوار الأسري، وأيضاً بمناقشة ما يطرح من أفكار وآراء فيها مصلحة للأسرة ومنفعة لأفرادها وصيانة لشؤون حياتهم ومعاشهم ومعادهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير بعض نسائه كما فعل مع السيدة أم سلمة في غزوة الحديبية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يأنس لرأيها ويعجبه رجحان عقلها رضي الله عنها. عباد الله، ومما ينبغي معرفته
أن البيوت لا تنعدم منها المكدرات أو تذهب عنها المنغصات، لكن الموفق عباد الله من عرف كيف يتعامل معها، واللبيب من رزقه الله فطنة وذكاء للنظر فيما يقع في أسرته. لكن الحسرة عباد الله مع أولئك الذين يدمرون ولا يعمرون، ويفسدون ولا يصلحون، فقد كثر في هذا الزمان أساتذة الرأي وفطاحلة الكلمة من الذين يتدخلون في مشاكل الأسر وخلافات البيوت دون أن يطلب منهم ذلك، وربما أراد أحدهم أن يحل مشاكل الآخرين وهو مع بيته واقع في حمأة المشاكل. لهذا نقول حفظكم الله ورعاكم، إن حماية الأسرة من تدخل الآخرين أمر ضروري لسلامتها واستمرارها وسعادتها. وعلينا أيضا أن نترك المقارنات الفاسدة التي لا تجلب لنا إلا الكدر والضيق، حين نسمع أولئك عندهم كذا ونحن ما عندنا كذا، أولئك اشتروا كذا ونحن ما اشترينا. فعلى كل من الزوجين ألا ينظر إلى ما في أيدي غيره، وليقنع بما قسم الله له. قال الله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل حسب طاقته وجهده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل عبد قال آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله خير الناس وأوفى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، لو قيل لأحدنا ماذا تتمنى لأجاب قائلاً: أتمنى أن أعيش في بيتٍ سعيد مع امرأةٍ صالحة، إذا نظرت إليها أسرتني وإذا أمرتها أطاعتني. فهل يمكن أن تتحقق هذه الأماني؟ نعم أيها الأحباب، متى ما عرف كل من الزوجين حقوقه وحدوده، ومتى ما رزقنا القناعة والرضا وتركنا المقارنات والأماني الكاذبة، فهذه السعادة تتحقق بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن، وأن ينظر كل من الزوجين إلى أن الزواج عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والزوج العاقل عباد الله يعرف قدر زوجته التي هي حاملة لأولاده وراعية لأمواله وحافظة لأسراره، فيخفض الجناح معها ويظهر البشاشة لها. فقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، يعني في الأنس والسهولة، فإن كان مع القوم كان رجلا. واعلموا عباد الله أن عقد الزوجية أكبر من التصرفات الهوجاء، فلا يليق أن يتخلى الزوج عن زوجته لمجرد خلق يكرهه أو مشكلة بينهما، خاصة عباد الله عند تقدم السن بينهما وطول العشرة بينهما، فلكل مشكلة حل ولكل معضلة دواء. ومن تابع حالات الفراق والطلاق أيها الأحباب في هذا الزمن أدرك أن كثيراً من الأزواج يحتاجون إلى توجيه وإرشاد، وإذا كان هذا منطق الشرع الحكيم فمنطق العقل أيضاً يقول إن كثيراً من الأزواج بحمد الله تجاوزوا الخلافات في بدايتها وتغلبوا على المكاره والمصاعب أول نشأتها، فغدت حياتهم سعيدة هادئة آمنة بأمر الحق سبحانه وتعالى وبامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، حيث قال:
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وأكثر عباد الله من الصلاة والتسليم على سيد المربين والمعلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وحين، لأن الله سبحانه وتعالى صلى عليه في كلامه القديم فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما، تنبيها لنا وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الجائزين الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، وبسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأقل من ذلك. نتوجه لك في هذه اللحظة المباركة وفي هذا المقام المبارك، ألا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا باب الخير إلا فتحته، ولا باب الشر إلا أغلقته، ولا صالحا إلا نصرته، ولا عدوا إلا قسمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مسافر إلا أرجعته إلى أهل سان من غانما معافى، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بلطف منك وعافية. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعطي لكل امرئ منا ما نوى. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعطي لكل امرئ منا ما نوى. اللهم اشفي مريضنا واعف عن أصحائنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ من قلدته أمرنا، واجعل له البطانة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، وحقق رجاء الصالحين فيه وفي هذه البلاد المباركة، واجعل بلدنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. انصر الإسلام والمسلمين، واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغارقين يا أرحم الراحمين. انظر لعبادك الصالحين، ولا تحاسبنا بما فعلنا ولا فعل السفهاء منا، وعاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، وعاملنا بإحسانك ولا تعاملنا بميزانك، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت علام الغيوب ستار العيوب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.